الحمد لله، الحمد لله الذي أكرمنا بسيدنا محمد عالي المقام، وعلمنا على يديه كيف يكون العشق والهيام. الهيام بالله سبحانه وتعالى، وبنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بقرآنه المنزل على قلب نبيه المرسل، بتوحيد الله سبحانه، بتوحيد الكلمة، بكل أمر طيب مبارك جعله الله سبحانه وتعالى لكل إنسان ذائق للحب، والذين آمنوا أشد حبا لله. فعندما يتذوق الإنسان مقاما من مقامات الحب ويبدأ يتعلق هذا القلب، فيتحول من الحب إلى العشق، ومن العشق إلى الهيام. فما هو مقام الهيام؟ وما هو مذاق الهيام؟ وكيف أعرف نفسي؟ هل وصلت في حالي في الحب مع الله إلى درجة أسمي نفسي فيها أني في مقام الهيام؟ نعم، مقام الهيام مقام رائق لكل عاشق، فغليان نار العشق في قلب المحب، فقدا لمحبوبه وشوقا لمحبوبه وطلبا لمحبوبه يجعله في مقام الهيام. مقام الهيام إحساس عميق وكله احتياج، أن الذي يعشق المحبوب ويعشق المعشوق يتعلق به، وعندما يتعلق به ينظر في كل أحواله فيقبله على الجملة وعلى التفصيل. نعم، الهائم في المحبوب يقبل محبوبه جملة وتفصيلة، لا يكره منه شيء، يقبله بكل ما فيه، بل ويتحول نقده له من نقد سلبي إلى نقد إيجابي. لما؟ لأنه الهيام يهيم به في ظاهره وفي باطنه، في عقله، في روحه، في وجدانه، ينظر في أخلاقه، في شمائله. هكذا حال المحب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل في رسول الله نقص حتى أن الهائم ينظر في النقص فيستحسنه؟ لا والله، بل النقص كتبه الله على البشرية وعلى جميع البرية. فعندما ينظر الإنسان في أي مخلوق من المخلوقات، في أي إنسان على وجه البسيطة يحمل معاني الإنسانية، فيتعلق قلبه به حبا ورغبة وعشقا حتى يصل به إلى الهيام، فيهيم به، يهيم بمحبوبه، بمرغوبه، بمعشوقه، كائنا من كان، ذكرا أو أنثى، كبيرا أو صغيرا، أبيضا أو أسمرا، عالما أو جاهلا، يهيم بهذا الإنسان. ما من إنسان إلا وهام بشخص في حياته. لكن لنتذوق سويا معنى من معاني الهيام. ما هو الهيام؟ الهيام هو غليان قلب الهائم على المهام به. أنا أهيم بك طربا وفرحا وشوقا وأنت تعرض عني، فيجد الإعراض عنه لذة يستلذ بها، وإن هجره وابتعد عنه استعذب هذا العذاب وهذا الهجر، فأصبح هجره له رغبة، وهجره له وإعراضه عنه نعمة يتنعم بها. والحقيقة أنه توقد في قلبه جذوة من النار، نار لا تبقي ولا تذر، نار العشق أشد بأسا من نار حمالة الحطب. لما؟ لأنها نار في القلب. ما هي أحشاء الإنسان؟ أحشاء الإنسان قلبه، وجدانه، رئته، صدره، كل ذلك هو وقود لهذه النار. نعمة النار بل ونعم الوقود، هكذا قالها الإمام البرهاني، وهو إمام من الهائمين. عندما تذكر عطاء الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكيف الحبيب يعطي محبوبه، والهائم محتاج لمحبوبه، محتاج له في كل وقت وفي كل حين، قال: يا عظيم الجناب، إني فقير طامع في القرى وأنتم تجود، أوقدت أو أضرمت في حشى محبك نار. وما هذه النار؟ نار الهيام. نعمة النار بل ونعم الوقود. فكل إنسان منا بعد أن تجاوز مقام العشق ذاق الهيام،
فإذا ذاق الهيام أوقدت هذه النار في قلبه ولا تنطفئ أبدا. عندما جيء إلى قيس بن الملوح وقيل له هذه ليلة العامرية محبوبتك ومرغوبتك، فصرفها عنه وقال كلمته المشهورة، هذه الكلمة التي تكتب بماء الذهب، قال إليك عني فقد شغلني حبك عنك. بهذا المقام في الهيام شغل حتى عن ذات المعشوق وعن ذات المحبوب، والإنسان يهيم بالله وبما أنزله وبما قاله وبما نصه وبما سنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كل ذلك في مقام الهيام. فاسلم وسلم قلبك واجعله سالما سليما، إلا من أتى الله بقلب سليم. وتذكر دائما أن الحب إن سألت عنه وقلت ما هو الحب، هو الحب فاسلم بالحشا، ما الهوى سهل، ما اختاره مضنا به وله عقل، وعش خاليا فالحب راحته عناء، فأوله سقم وآخره قتل. هذا هو الحب. لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة ولا الصبابة رضي المتيم في الهوى بجنونه، خلوه يفني عمره بفنونه، لا تعدلوا فليس ينفع عدلكم، ليس السلو عن الهوى من دينه، ما لي سواكم غير أني تائب عن فاترات الحب أو تلوينه، ما لي إذا تفى الحمام بعكة أبدا أحن لشجوه وشجونه، قسما بمن ذكر العاضي قل أجله، قسم المحب بحبه ويمينه، ولا الصبر.